نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة مجتمعية توعوية بالتنسيق مع P&O ودبي القابضة تحت عنوان آمنون حيث أنتم. استهدفت اليخوت ومرتادي الشاطئ في منطقة القناة المائية، حيث قام طاقم الإسعاف البحري والمستجيب البحري السريع التابع لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتوزيع حقائب للإسعافات الأولية على مرتادي الشواطئ وأصحاب القوارب واليخوت التجارية والشخصية والجمهور بشكل عام. تأتي هذه المبادرة من منطلق حرص المؤسسة على توعية الجمهور بإجراءات الوقاية والرعاية الأولية وأهمية التعامل مع الحالات الطارئة.